أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا المرحلة ما قبل الأخيرة اللي هي التحمل البدني، دعم اللياقة البدنية بشكل كبير يناسب الرتم إن شاء الله في كأس العالم ومباريات الودية القوية بإذن الله. طبعا هو الهدف منه زيادة اللياقة البدنية زائد الإعداد البدني بشكل أكبر في العضلات، إن شاء الله بإذن الله ينعكس على اللاعبين أدائهم داخل الملعب. زين، على مستوى المباريات الودية كيف تراها أمام منتخب الجزائر وأمام منتخب اليونان؟ طبعا استعداد ما قبل الآخر ثلاث مباريات قوية، يعني حتكون رتم عالي علشان هذه المباريات. عدينا اعداد قوي بدني لاننا يعني لتناسب مع المباريات ورتمها في هذه، لان الرتم المباريات هذه اقوى من عندنا في الدوري. هدفنا كلنا جميعا وليس هدفي انا ان احنا نوصل الى كأس العالم بحول الله في رتم قوي جدا، لان كأس العالم يمثل ثقل لنا كسعوديين ان احنا نطلع بصوره مشرفه. بإذن الله احنا كلنا كلاعبين ان شاء الله يكون تركيزنا عالي في هذا المعسكر، نعد اعداد بدني قوي ان شاء الله بحول الله اللي طلعنا في صوره ممتازه في كاس العالم. طبعا كلهم ينتظروننا، فاحنا نحمل رساله كبيره للمملكه العربيه السعوديه وللشعب السعودي. اكيد قمه سعادتهم لما يشوفونا متالقين في كاس العالم. بحول الله احنا نعمل من هذا المعسكر الى المعسكر الاخير ان احنا بحول الله نستعد استعداد قوي جدا لإسعادهم بحول الله.